شت بي يوما خيالي تحت ضغط الأمنيات، تحت سيل من مآس كالبحار الهائجات، تحت أكداس المظالم والهزائم والشتات. فتلمست خيالاتي لأني قد يئست من سراج في بحار الظلمات، وتذكرت قريشا هبلا ومنات ثم لات، عندما قد أيقنوا من أنها ليس إلا ترهات، عندما قد شاهدوا نورا حقيقيا أزاح الظلمات، ركلوها كسروها جعلوها كالفتات. إن أصناما عبدناها دهورا أدخلتنا في سبات، سحقتنا سرف الظلم التي لم تزل فوق ربانا دائرات، رغم أنواع المهانات تشبثنا بلاد، وتوددنا إلى العزة وقدسنا منات. فقريش الجاهلية أبصرت بعد العمى، نهضت بعد السبات، والآن العقول الراقيات نورها أضحى ظلاما، فعلها أمسى كلاما، عيدها ظل صياما، جمعها أضحى شتات. العقول الراقيات، العقول المؤمنات، أعطت المقود لأولاد الزنات. تحت هذا الضغط قد شتى خيالي، فتخيلت الحبيب المصطفى غاضبا من كل ما يجري على سوح الحياة. تحت هذا الضغط قد شتى خيالي، فتخيلت الحبيب المصطفى غاضبا من كل ما يجري على سوح الحياة. ما تركنا أحدا يرضى بمنهاج الطغاة، ما تركنا مؤمنا يرضى من العيش الفتات. ألف سحق، ألف سحق للذين استبدلوا منهاجنا بالسفسطات، ألف سحق، ألف سحق للذين استبدلوا منهاجنا بالسفسطات. قال المصطفى وأنا أتخيل صورته وهو يرقب واقع أمتي، قال يا فاروق قم وانهض وانظر إلى أحوالهم، أهؤلاء أمتي؟ إن قوما عندهم هذه الصفات يوشك الله بأن يأخذهم أخذ عاد وثمود والطغاة. خرج الفاروق كي ينظر أحوال الرعية، لم يهيئ لحمايته سرية، معه خادمه لولا مهابته الجلية ما عرفنا أيهم حادي الهداد. أيها الموتى هلموا وانظروا حيا تظنونه مات. ومضى يمشي يجوب الطرقات، فرأى قصرا منيفا لم تكن تبدو إليه الشرفات، حوله سد من الصيد الأبات، الصناديد الرمات، ثم سد القاذفات، ثم سد الراجمات، ثم سد الطائرات. قال ما هذه الأمور المحدثات؟ قال يا مولاي عذرا، هكذا صارت مقرات الولاة، هكذا صارت مقرات الولاة والرعية، كيف يسمعون لهم القضية؟ كم من الأيام يحتاج الذي يبغي وصولا للولاة؟ قال يا مولاي عشرات بل مئات، عشرات بل مئات، أعطني سيفي لكي تمحى الرؤوس العفنات. قال يا مولاي زد صبرا عليا. ومضى يمشي يجوب الطرقات، شاهدوا بعض البنايات الأنيقة، حولها أبهى حديقة يختلي فيها صديق وصديقة. غضب الفاروق قال إنها حقا مغاني للتفاهات السحيقة. قال يا مولاي بل هذه فنادق، أحدثوها ضد أخدود الخنادق، أحدثوها كي يصمون بها الآذان عن صوت البنادق. أعطني سيفي لكي تمحى ينابيع البوائق. قال يا مولاي زد صبرا عليا. ومضى يمشي يجوب الطرقات، أنساء سافرات وشباب سائبون، فتيات سائبات، كاسيات عاريات مائلات مميلات، إن سيماهم غريبات عليا. أعطني سيفي لكي تمحى رقاب الجاهلية. قال يا مولاي زد صبرا عليا. ومضى يمشي يجوب الطرقات، فرأى طابور ناس بنظام وثبات. سأل الخادم ماذا يفعلون؟ علها أشياء أملتها تراتيب الحياة. قال يا مولاي هذه سينما. ما اسمها؟ أعدها علي. قال يا مولاي هذه سينما، قد أحدثوها بغية تعميم أفكار البغاة، بغية تهديم أفكار البناة والدعاة، بغية تسميم أفكار الرعية والرعاة. قال أعطني سيفي لكي تمحى الرؤوس العفنات. قال يا مولاي زد صبرا عليا.
ومضى يمشي يجوب الطرقات، فرأى حانوت بيع. ما القضية؟ إنهم يزدحمون، هل يبيعون تمرا يثربيا؟ فأجاب بكلام نبرات الحزن في طياته جدا جلية، قال: يا مولاي، ذمي يبيع الخمر في تلك الربوع الأحمدية. في الربوع الأحمدية أعطني سيفي لكي أمحو رؤوس الجاهلية. قال: يا مولاي، زد صبرا عليا. ومضى يمشي يجوب الطرقات. ما هناك؟ قال: هذا مصرف يعطي قروضا ربوية. ربوية؟ استحلوا الحرمات، استحلوا الموبقات، استحلوا المهلكات. وهناك؟ قال: وكر للزنات. وهناك؟ قال: ملهى للبغاة. وهناك؟ قال: تلك دار للقضاة، ومحام لدفاع، ومحام لهجوم، وزوايا خافيات فيها تجبى الرشوات. وهناك؟ قال: هذه جامعات من بنين وبنات. وهناك؟ قال: خلق قد أضاعوا الصلوات، وغدا يلقون غيا. قال: أعطني سيفي لكي تمحى رؤوس الجاهلية. قال: يا مولاي، زد صبرا عليا. ومضى يمشي يجوب الطرقات. ما الذي حل بهذه الثكنات؟ قال: هي أمراض ثلاث، الكروش والقروش والعروش، هي آفات ثلاث: النفوس والفلوس واتباع الشهوات. ومضى يمشي يجوب الطرقات، فرأى جمعا غفيرا طرحوا أمرا خطيرا. قال لخادمه: قال الفاروق: اقترب منهم، فهم يأتمرون، علهم رأس الخلاص. استمع فيهم، فهم مجتهدون يهتفون بحماس. أنصت الخادم مشوارا طويلا، هز رأسا متعبا جدا ثقيلا. قال: يا مولاي، لم أسمع سوى قال وقيلا. قائل: أنت درويش مع الدف تجول. قائل: أنت وهابي، أنتم لا تحبون الرسول. وأخو مرة بين الجمع مسرور يجول. أخو مرة هو الشيطان. قائل: أنت أذانك بدعة. قائل: أنت أنكرت علينا سنة الجمعة. قائل: أنت دوما تحمل مسواكا طويلا. قائل: أنت ذو علم وذو فقه قليل. وأخو مرة بين الجمع مسرور يميل. ما الذي نجنيه من هذا العويل؟ ببغاوات وأصداء لذي الخبث الأصيل، وأصول الدين تعصفها رياح الخبث عصفا. يا أخي، واحمرت الآفاق نزفا، ويكاد الله أن يخسف بنا الأرض خسفا. والعقول التافهات حرمت بيع السفول، حللت لحم العجول. قال: أعطني سيفي لكي تمحى تخاريف العقول. قال: يا مولاي، زد صبرا عليا. ومضى يمشي يجوب الطرقات، يتلفت قائلا: أين أفواج الدعاة؟ أين من قد غيروا مجرى الحياة؟ أين أهل العلم، أهل الباقيات الصالحات؟ قال: يا مولاي، هم كثر، ولكن هم كثر، ولكن هم كثر، ولكن نصفهم عند البلاط يجمعون المكرمات، ربع ألجمه الخوف لجاما وتلا آية لا تلقوا بأيديكم فمات، نصف ربع يملؤون المكتبات ببحوث الراقيات، نصف ربع قد تلاشى صوتهم في هدير المنكرات. قال: ضاقت الأنفاس، فلنخرج إذن نحو الفلات. ومضى يمشي يجوب الطرقات. نظر الفاروق فرأى سيطرات وحدود فاصلات. قال: من بناها؟ قال: يا مولاي، أفواج الغزاة. من غزانا؟ عبدوا عزى ولات؟ قال: لا، بل كل الطغاة والزناة والعراة، فاستباحوا الحرمات. قال: سحقا، لا حدود، لا سدود، حبني نحو القدس مشتاق إليها، حيث مسرى سيدي خير الوجود. وأنا يوما حبني نحو القدس مشتاق إليها، حيث مسرى سيدي خير الوجود. وأنا يوما تسلمت مفاتيح المدينة، عندما كنا جنود، عندما كنا أسود،
فأجاب بدموع حمرت فوق الخدود، قال: يا مولاي تحكمها اليهود، قال: حدني نحو القدس مشتاق إليها، حيث مسرى سيدي خير الوجود، وأنا يوما تسلمت مفاتيح المدينة عندما كنا جنود، عندما كنا أسود. فأجاب بدموع همرت فوق الخدود، قال: يا مولاي تحكمها اليهود، 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 الخنازير القرود. صرخ الفاروق: أين عشاق الجهاد؟ أين أرثال الغزاة؟ أين من كانوا خفافا كلما سمعوا حيعلة طاروا إليها بثبات؟ كيف ناموا؟ كيف صلوا؟ كيف قاموا؟ ويهود الغدر في المسرى أقاموا. قال: يا مولاي قد أذعنا بيانا، شجبوا واستنكروا ثم أدانوا. صرخ الفاروق: أهلك الله مدينا ومدانا. ثم ماذا؟ قال: ثم فوضنا حنان لتعيد العتبات. حنان عشراوي، من حنان؟ قال: هي امرأة قد سيدوها يوم أن غاب النحارير الكمات. صرخ الفاروق: واها للرجال، أتعيد المسجد الأقصى حنان؟ أتعيد المسجد الأقصى نساء؟ أي ذل وهوان قد علانا. ثم ماذا؟ قال: ثم ألهتنا تصاريف الحياة، ثم نمنا بسبات واغتنمنا عالم الرؤيا، فحررنا جميع العتبات، وكتمنا خبر التحرير سرا، حيث ممنوع علينا كل رؤيا تغضب أولاد الزنات. رجع الفاروق مهموما إلى خير البرية: يا رسول الله أدرك أمة قد تردت في ظلام الجاهلية.